مشاهدينا، ومن أربيل عاصمة أقليم كردستان تنضم معنا مراسلتنا سليل عصام لتحدثنا عن الاستعدادات لاستقبال أعياد الميلاد ومستجدات أخرى. نعم سليل تفضلي. نعم سليل. نعم، الاستعدادات مستمرة لاستقبال أعياد الميلاد في مدينة أربيل وبالتحديد في منطقة عين كاوة. هذه الاستعدادات ترافقها هذا العام العديد من الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا. طبعا هذا العام يرافق المحتفلون بهذه الأعياد بالتأكيد الكمامة والمعقمات وأيضا التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل وزارة الصحة في إقليم كردستان. أنا الآن في أحد الفنادق في منطقة عين كاوة ومعي مديرة الفندق الست أنغام قاسم لتحدثنا أكثر حول استعداداتهم من ناحية الأعياد ومن ناحية فيروس كورونا. ست أنغام بداية مرحبا بك، يعني حدثينا أكثر حول استعداداتكم بالنسبة لاستقبال الأعياد وكذلك استقبال يعني الزبائن والناس المحتفلين بهذه الأعياد، أيضا من ناحية أخرى استعداداتكم لتجنب تفشي فيروس كورونا. والله من ناحيتنا كفندق، فندق عين كاوة رويال هوتيل، نحن في منطقة يعني أساس الاحتفالات تبع الكريسماس، فلذلك كالعادة يعني وكل سنة أنه جهزنا الفندق بالأضواء وبكامل التجهيزات، وما نقول أنه إحنا نسوي احتفالات الكريسماس، وإنما نحاول أنه يعني ان نخلي الناس تحس باجواء الكريسماس، لانه طالعين احنا من جائحه بالعالم كله، فعلى الاقل شويه نغير الجو بالنسبه لاحتفالات الكريسماس. من ناحيه ثانيه لازلنا محافظين على الاجراءات الاحترازيه للفيروس، من تشيك درجات الحرارة، التعقيم اليومي، استخدام أفضل المواد بالتعقيم، وكذلك محافظين لازلنا على ارتداء الكمامات، وحتى ضيوف اللي يزورنا إذا ما كان عنده كمامة لازم نقدم له كمامة، وهذه هي تجهيزاتنا بالنسبة للكريسماس. شكرا لك ست أنغام. نعم أيضا يعني بخصوص الكنائس في عين كاوة، يعني هنالك التزام كبير بالإجراءات الوقائية من هذا الفيروس بالنسبة للتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في احتفالات الأعياد لهذا العام. أيضا من ناحية فيروس كورونا ارتفعت أعداد الإصابة في مدينة أربيل لتصل إلى 44 إصابة بهذا الفيروس، حالات الشفاء وصلت إلى 176، أيضا الوفيات هي وفاة واحدة خلال 24 ساعة الماضية من أربيل. سليل عصام.